أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوشيال تريند. بدايتنا من ليبيا، حيث لاقت حادثة وفاة مجموعة من المهاجرين غالبيتهم ليبيون غضبا كبيرا لدى الشارع الليبي. الهلال الأحمر انتشل 20 جثة قبالة ساحل بوكماش لمهاجرين غير قانونيين ممن حاولوا الهجرة ولكن غرقوا وعادت بهم المياه إلى الشواطئ الليبية، فيما نشر مجموعة من الشباب فيديو أعلنوا فيه بدء رحلة للهجرة عبر البحر، وكان عليه عدد كبير من ردود الأفعال محليا وعبر هاشتاغ ليبيا. من التعليقات اخترنا لكم ريم محمد غردت عبر تويتر: هناك من اختار التظاهر لاسترجاع الحقوق، وهناك من اختار الهجرة للبحث عن الحقوق المرجوة والحياة الكريمة، كلاهما لا يلام لأن الحياة في ليبيا أصبحت كالممات. تغريدة أخرى: ورد سلطان قال: كانت علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، أصبحت علموهم السباحة ليستطيعوا الهجرة من أوطانهم في قوارب الموت. إبراهيم غرد أيضا: إبراهيم كان رافضا لفكرة هجرة الشباب، فقال: من ترك ليبيا في هذه الظروف نتمنى منه أن لا يعود أبدا وتسحب منه الجنسية الليبية، فالوطن يحتاج إلى المواطن، فلا وطن دون مواطن. محمد الشيخ غرد أيضا: بالأمس ليبيا ودعت 20 شابا ابتلعتهم أمواج البحر، كانوا متجهين نحو إيطاليا للبحث عن حياة آمنة مستقرة. ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت وجهة الشباب، وخاصة أن هناك شبكات ومنظمات تروج وتخدم لأجل هذا الأمر في ظل غياب الدولة. يحتم على أولياء الأمور والأصدقاء بالنصح والإرشاد لكبح هذه الظاهرة. ربيع بدوره غرد: يلي يشوف الهجرة حياة وردية يقعد إنسان واهم. عندي ناس في إيطاليا وألمانيا والسويد وكندا متابعين للوضع في ليبيا كيفنا بالضبط، ودمهم محروق زينا. المجتمعات غادي مجتمعات رأسمالية، عندك قرش تسوى قرش. من المزعج رؤية شبابنا يهاجرون حتى ولو كلفهم ذلك تعريض حياتهم للخطر فقط للخروج من وطنهم ومن وأيضا مشاهدينا من المحلي ننتقل إلى الترندات العربية الطريفة وهي برزت عبر الصفحات السعودية. من الترندات الطريفة التي تداولتها الصفحات السعودية ترند النمر الأسود. قصة الترند أن أحدهم نشر مقطعا مصورا مشيرا إلى أنه تصوير للنمر الأسود الذي يعتبر حيوانا نادرا جدا وهو يجري ويصعد جبلا صخريا. وحسب المقطع ظهر أمام المتنزهين في سد درك بمحافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية. هذا اللي يقول انه تايجر يقول انها نمر، طلع لنا بس تبين معك؟ المح شوف هناك عند الشجره ذيك، شوف هناك. ردود أفعال كثيرة جاءت حول الفيديو الذي تداوله الآلاف من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. محمد غرد عبر تويتر: النمر أو النمور السود والنمور العربية لا زالت موجودة ولكن شبه منقرضة، وتصنف من الحيوانات الخجولة التي تبتعد عن تواجد البشر. أتمنى حمايتها والتحذير من اصطيادها لأننا فعلا بحاجة إلى
التوازن البيئي بسبب قلة النمور العربية والذئاب، زادت القردة وازديادها خطر على البيئة، توازن جدا مطلوب. أيلا الشدوي غردت أيضا: في شخص نشر فيديو للنمر الأسود في الباحة، نتمنى منكم حمايته حتى لا يحاول أحد اصطياده. أيضا عدي غرد: كم من المفرح أن ترى هذه الحيوانات المنقرضة على أرضنا، أتمنى من هيئة حياة الفطرية التدخل وإعلان عدم التعرض له، وتحذر المتنزهين بالبعد عن المكان الموجود فيه. عبد السلام السلمان غرد أيضا: مقطع متداول سد درك معروف بالمنطقة الجنوبية، وحقيقة ليس عندي تفسير واضح لهذا المقطع، فالنمر العربي نادر جدا وقليل الذين شاهدوه، فما بالكم بنمر عربي بطفرة وراثية ليكون لونه أسود. الاحتمال الآخر أنه نمر أسود مجلوب من الخارج وهارب من أحد الهواة أو من حديقة الحيوان، والله أعلم. الطريف في الأمر أن صاحب الفيديو نشر مقطعا آخر يقول فيه أن بعد التدقيق ووصول مقاطع فيديو أخرى تبين أنه قط أسود كبير، والتصوير أعطى انطباعا أنه بحجم النمر. هذا اللي قلنا تريجر يقول أنها نمر، طلع لنا بس تبين معك المح. شوف هناك عند الشجره دي، شوف هناك. نبقى في اجواء صفحات السعوديه، ولكن مع ترند اخر نال كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي. من أبرز الترندات التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية كان ترند هاشتاغ بائع الشاي، والفيديو الذي نشر لشاب يحمل درجة الماجستير ويبيع الشاي على الطريق، لنتابع. رائد العمر غرد عبر تويتر: الله يرزقه من فضله يا رب، بس عجبني ببدلة التخرج، ما أتخيل كل الشباب كل واحد لابس زي جامعته أو زي جامعته ويبيع الشاي. بائع الشاي تعرض أيضا لنوبة من الغضب الشعبي لأنه كان قد عرضت عليه 5 وظائف ولكنه رفضها، وهنا رد من جديد ليبقى الترند متفاعلا. السلام عليكم، كيف الحال؟ أدري ضايقوك بالموضوع صح؟ مرة سألتك باللي أجرى دمك في عروقك وأعطاك نفسك، أنت قول الحق. والله أنا أقول الحق. إيش السالفة؟ عادي أطلع برنت من الموارد البشرية ونشوف. إيش السالفة؟ السالفة هذه الوظائف. نزل عشان يوضح كلامك. هذه الوظائف كانت قبل الماجستير. قبل الماجستير، إيش كانت؟ أقولها. اشتغلت في هيرفي. هيرفي وانا باقي في اثناء الدراسه في البكالوريوس عشان اقدر اني اصرف في كليه الامير سلطان. حلو. الوظيفه الثانيه؟ الوظيفه الثانيه كانت في ميدجلف، ميديفيزا. حلو. مشغل الميدجلف. حلو. كم الراتب كان؟ كان 8000. بس كان فين؟ وانت في البكالوريوس؟ اي بعد البكالوريوس. حلو. تدرس بكالوريوس؟ اشتغلت معهم 3 اشهر. حلو. بعدين؟ ثم طلعت الابتعاث، انقبلت في الابتعاث وطلعت. حلو. انتهيت فتره اللغه. حلو. وكان بعد ما انتهيت فترة اللغة وبعد ما تقلف انقبلت في الماجستير في الابتعاد. حلو. طلعت خلصت اللغة. حلو. طبعا تزوجت وطلعت، زوجتي كانت مبتعثة وأنا مبتعث. حلو. بعد ما انتهينا فترة اللغة كان فيه صعب الحصول على القبول في نفس الجامعة أو في جامعتين في نفس المدينة، وهم ما يعطون الزوج إلا مرافق زوجتي. حلو. أو الزوجة ما يعطونها مرافق إلا زوجها. حلو. وكلهم مبتعثين. طيب. حاولنا أن نجيب قبول ما قدرنا. الفنانون بدورهم يحركون جانبا كبيرا من منصات التواصل الاجتماعي من خلال نشاطاتهم اليومية وما ينشر حولهم. من أبرز التغريدات كان فيديو للفنانة نديم
عن جين، وهو أول ما تنشره بعد إصابتها خلال تفجير بيروت. لنتابع. هذا مع الأسف بيروت من عنده من البيت. شيء بوجع القلب، شيء مش بس بوجع القلب، ببكي من نص القلب. ما بصدق هيدا البيت طبعاً مهدم، يعني كتر خير الله على كل شيء الحمد لله. بلشنا المشكلة إنه الواحد ما بيعرف وين بده يروح، ما بيعرف وين في أمان. إن شاء الله يا رب يكون هيدا خاتمة أحزاننا كلنا وآخر شيء ممكن يصير على لبنان. يا رب من بعدها تكون بداية جديدة. الفنانة ستيفاني صليبة أيضا نشرت فيديو يوثق زيارتها لبيتها بعد الدمار الذي تعرض له. أنا بعد كل هيدا الوقت هيدي أول مرة بنزل على بيتي، أول مرة بنوصل على البيت. في خبركم حجم الدمار. الأسوأ إنه أنا خسرت كتير عالم بحبهم بهيدي البنية، خسرت جيراني، خسرت رفقاتي، منهم بتوفوا منهم بتضرروا. بس كتير كتير هيك مش عم بعرف لوين بدي فوت ولا وين بدي ولا شو بدي أعمل. عن جد ما بعرف شو بدي أقول. هيدي شقفة من وجع الناس، شقفة من وجع بيروت. ما بقى في بيت، ما بقى شيء، في آثار ما تبقى. ما في شيء، كل شيء بقول إنه كان في بيت. هلأ صار في أثار. الله يرحم اللي توفوا بالبناية، اللي كانوا جيران، اللي كانوا أصحابي. الله يرحم اللي تدمروا، اللي انجرحوا. ما بقى شيء يقولوا أصلا. ونشرت صليبة فيديو خاص عبر حسابها على تويتر معبرة عما مرت فيه. قلبي محروق والزعل أكبر بكتير من قدرتي على التحمل. بيتي مثل بيوت كتير عالم اتدمرت. حتى بنت عمتي اللي هي من لحمة ودم نجت من الموت بأعجوبة وبعدها بخطر. في ناس كتير بحبها ما قدرت أعمل لها شيء وخسرتها. غسلونا بدم بريء، لبسونا أسود على أطفالنا، على أصحابنا، على رفقاتنا، على ناس منعرفهم منحبهم. مش معقول يكون في هالقد إجرام بالدنيا، مش معقول. لأيمتى رح نضل رهينة للعبة مش لقلنا؟ يا رب يا رب أنا بسلمك بلدي وبسلم وجع أهل بلدي لعدلك. عالميا شغلت حادثة إصابة رجل من ذوي البشرة السمراء من قبل الشرطة الأمريكية المتابعين عبر شبكات التواصل محليا وعالميا. وتناقل المتابعون عددا من الفيديوهات للاحتجاجات الشعبية على الحادثة، اخترنا لكم منها. Thank you.
للحديث عن ردود الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي محمد العالم، وهو صحفي مصري في الولايات المتحدة الأمريكية ومتابع للشأن الأمريكي، سنأخذه عبر سكايب. أهلا محمد. أهلا بك محمد. أولا حدثنا عن حجم هذا الحدث في الشارع الأمريكي. وحجم الحدث هو يصنف الحدث القصيرة في الفترة الأخيرة لما تابعه من اعتراضات كبيرة جدا، خصوصا كان في حدث قوي وهذا الرأي العام العالمي قبل الرأي العام الأمريكي، وهو حدث جورج فلويد. فإنه وقع زي دي تيجي في الوقت ده هتأثر تأثير كبير جدا، وهتعيد الاحتجاجات بنفس القوة السابقة إلى الشارع مرة أخرى. نعم. أن أمريكا حاليا لا تتحمل الأعباء الاقتصادية للتظاهرات، لسه خارجين من أزمة الكويت وتسببت في أزمات سياسية واقتصادية كبيرة جدا، بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا وما تسببه في يعني الشق الصحي والشق الاقتصادي والشق الامني. فالولايات المتحده حاليا لا تتحمل هذا، خصوصا مع قدوم الانتخابات الرئاسيه القادمه واللي تبقى عليها حوالي شهرين. نعم محمد، حدثنا عن ابرز ردود الافعال على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن من ابرز الردود هنقول ان هي السياسيين اهل السياسه اول مشاهير داخل الولايات المتحده الامريكيه. طبعا الحزب الديمقراطي خرج اكثر من واجهه، منها جو بايدن، وتحدثوا عن هذه الواقعه بصوره القت باللوم على الرئيس ترامب وتعامله مع الازمه السابقه، ازمه جورج فلويد، واللي هم بيروا ان هي تسببت في هذا المشهد مجددا، لانه تعامل حسب رايهم تعامل بنوع من العنصريه اللي جرأت رجال الامن اكثر على المواطنين من ذوي البشره السوداء او المهاجرين بشكل عام. في الجانب الاخر ظهر اعضاء حزب الديمقراطي الجمهوري للدفاع عن الرئيس ترامب، لا ألقوا باللوم على الشرطة، لكن هم في تصف الحادثة ألقوا باللوم أكثر على الضباط وليس ضباط الشرطة، لأنهم في رأيهم كان من المفترض أن هو عند توقيفه أنه يلتزم بالتعليمات ولا يتحرك، لأنه لما تحرك وذهب للسيارة اعتقد رجال الشرطة أنه من الممكن داخل السيارة عشان يجيب مسدس او شيء من هذا القبيل، فكان هيشكل خطر عليهم. الجانب الثالث وهو جانب الشباب والقوى السياسيه العامه والقوى الخصوصيه القت باللوم الكامل على رجال الشرطه، ويمكن طلبت بتقديمهم محاكمه، واعتقد ان ده هيحصل الفتره القادمه، لكن كمان طلبوا بانه يكون في تشريعات قويه تحد هذا الامر، وان يكون في تثبيت لكاميرات مراقبه لكل ضابط شرطه حتى يتبين حقيقه فعله او حقيقه اتهامه من كونه فعل مثل هذه الافعال للدفاع عن نفسه او بدافع او نقطه عنصريه. طب ما هو المشهد عند مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي؟ هل هو تعاطف او تضامن ضد المصاب؟ لا، هو في عمومه تعاطف كامل مع المصاب، لكن البعض القى فقط اللوم عليه، زي ما قلنا في امريكا في نظام لما رجل شرطه يطلق عليك ان انت تلتزم بتعليماته اولا ولا تتحرك حتى لا تشعره بالضغط او بالخطر على نفسه، لان في وقائع حصل فيها بعض المتهمين لا يلتزموا باشارات الشرطة ويستخدموا أسلحة ثم يتسببوا في مقتل رجال الشرطة. ففي العموم كان في تعاطف كامل مع المصاب، لكن في بعض اللوم عليه أنه لم يلتزم بالتعليمات الكاملة وده يفقد جزء من حقه في المحاكمة. نعم، شكرا محمد على هذه المداخلة الجميلة، شكرا لك. وصلنا معكم مشاهدينا إلى آخر حلقتنا وفيديو اخترناه لكم من غزة تحديدا، الفيديو لشاب فلسطيني في غزة رفض أمن الجامعة سماح لوالدته بالصعود إلى منصة التتويج. ف
فرفض أن يتوج في موقف حياه عليه الحضور ومن تداولوا الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي. أترككم لمتابعة الفيديو، وهنا نترككم إلى متابعة الفيديو مشاهدينا، وهذه نهاية الحلقة، إلى اللقاء. وحش ولا